والآن مع الشريط 54 على 1. كما قال عليه السلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. حظ من الزنا، لأن الزنا درجات ومراتب كما ذكر الرسول عليه السلام في هذا الحديث. كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، أي اللمس أي المصافحة التي صارت اليوم عادي وما كانت هذه العادة في بلاد الإسلام، وإنما دخلتها بسبب استعمار الكفار بلاد الإسلام. واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فاللي ممكن الإنسان ينجو منه هو ثمرة هذه المقدمات وهو الزنا، أما نظرة هيك غادرة لا ينجو منها إلا نقول الأنبياء والصديقين وأمثالهم. فإذا هذه الذنوب التي يقع فيها الإنسان من صغائر، فضلا عن قد يكون هناك شيء من الكبائر، شو تبخيرها شو كفارتها؟ ماديا الذي لا يتداوى، فهذا مثل مصير الهلاك، لأنه تتراكم عليه الجراثيم والمكروبات فبكون خاتمة أمر الهلاك. كذلك من الناحية المعنوية الروحية، المسلم الذي لا يصلي فهو حتما غرقان في المعاصي والذنوب، وليس كما نسمع أحيانا بعض الشباب نقول له يا أخي صلي، بيقدر شو شي بالصلاة؟ لكان شي بترك الصلاة؟ شيء عجيب، يعني منطق غريب، شي بالصلاة لكان بإيش الصلاة؟ بإيش بيكون شيء؟ بيقول لك بما في القلب. كمان هذه مجادلة بالباطل، أوحى الشيطان إلى أوليائه من الإنس، لأن الرسول عليه السلام يقول في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فكيف نستطيع أن نتصور مسلما قلبه أبيض وهو لا يصلي؟ لا، هو مفحم قلبه، ولذلك ما ينبض بهذه الحياة الروحية أبدا. فبيقول لك هذا الشاب المفتتن المسكين: شيب الصلاة. نعم شيب الصلاة، لأن الله حكى عن الكفار في جهنم حينما يتحسرون أن أحدهم يقول: ولم أكن من المصلين، ولم أكن أطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. نعم أيوة. فإذا الصلاة لابد منها لسببين اثنين: أولا أنها فريضة فرضها الله فنحن نعبد الله بها، والشيء الثاني أنها دواء لهذه الذنوب التي تحيط بالإنسان ولا بد منها. فالصلاة عمود الدين ورأس الدين، ويكفي ما سمعنا آنفا من قوله عليه السلام: من ترك صلاة يعني واحدة فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. أما جمع الصلوات خمس في وقت واحد، فهذا الذي لا يفعل هذه الصلوات يعني أقل ضلالا، كنت أن أقول أهدى سبيلا، لكن طبعا ما هو بالمهتدي، لكنه أقل ضلالا. أما الذي يجمع هذه الصلوات فهو أشد ضلالا. لماذا؟ لأن هذا يظن أنه يصلي والحقيقة أنه لا يصلي، لأن الصلاة كما قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهو لا يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها، فإذا هذه ليست بالصلاة. ثانيا هو يشرع فيقع في الشرك
يشرع ما لم يشرعه الله. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فعلى هؤلاء الشباب الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة أن يحافظوا على صلوات في أوقاتها، وأن لا يعملوا مع معلم أو ريس يشرط ويفرض عليهم خلاف ما فرض الله عليهم. صلاة ما في عندنا، صلاة مشيخة ما في عندنا. فلما يفاجأ الشاب المسلم بمثل هذا الشرط، فشرط الله عز وجل أحق وشرط غيره باطل. وكل شرط كما قال عليه السلام في غير هذه المناسبة، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. إذن هؤلاء يجب أن ينصحوا ويذكروا ويعرفوا بدينهم. قال عليه السلام في الحديث الصحيح: يا أيها الناس اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا الله، فإن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأجمدوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. نحن نقول للشاب: عليك أن تسعى وراء الرزق، الرزق الحلال مش الرزق الحرام، الرزق الحلال. ولا نقول له لا تشتغل، اشتغل كما في القرآن في آيات كثيرة منها ما أشرت إليها، ومنها يوم الجمعة الذي جعله المسلمون خطأ وتقليدا منهم للكفار، فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يوم الجمعة اليوم بعطله تشبها بالنصارى واليهود، هدول عندهم يوم السبت اليهود، والنصارى عندهم الأحد. ليه نحن ما يكون عنا يوم مثل اليهود والنصارى؟ ما شاء الله. ربنا يقول بصريح القرآن الكريم: فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. شو بده بقى المسلم أكثر من هذه الآية حظا على السعي وراء الرزق؟ لكن هذا ليس معناه اطلب الرزق بالحرام، اترك الصلاة مشان ترضي معلمك، لا. فموضوع السعي وراء الرزق شيء، وموضوع المحافظة على العبادات والصلاة في أثناء تعاطي سبب الرزق شيء آخر. تفضل يا أخي، شو عندك؟